إشكالية ديال التشهير واللي كنعتبروه في الحقيقة مرض هذا القرن في إطار التطورات التكنولوجية وما نعرفه في هادشي ديال الريزو سوسيو، ونقدر نربطوه كذلك مع الأخبار الزائفة والإشكاليات ديال الفيك نيوز. وبالطبع كيف ما كتعرفوا الحكومة والقطاع الاتصال منخرط باش يقترح حلول، لأن هذه الإشكالية ما كتهمش ليس بإشكالية تعاني منها فقط الحكومة، بل هذا إشكالية مجتمع الحقيقة وإشكالية دولية ما مرتبطاش فقط بالمملكة المغربية وبالنقاش الداخلي، بل كتشوفوا هنا وهناك مجموعة ديال الدول، يعني بعض الدول مشوا أبعد، بعض الدول اعتبروا بأن بعض المنصات خصهم يمنعوهم كاع، المنصات الدولية، وخذوا هذا القرار. وهناك نقاش كذلك في الاتحاد الأوروبي بالنسبة لبعض المنصات. فيبدو أن هذا مرض هذا القرن يعني ما كي يعني كيهم جميع الدول المتطورة وغير المتطورة، وزيد وزيد الديمقراطية واللي وصلت يعني واحد بعد كبير. يعني هذه ليس إشكالية ديمقراطية واحد الوطن، هذه إشكالية نعيشها اليوم. البعض يستغل التطور التكنولوجي الحريات لأغراض اقتصادية، للأسف بعض المرات لأغراض سياسية. باش نرجعوا لبلادنا، هاد النقطة حنا كتهمنا في واحد النقطة أساسية كنعتبروها طبعا هي الإشكالية ديال القضايا الوطنية بما فيها القضية الوطنية الأولى. وكنشوفوا هنا وهناك يعني محاولات من طرف بعض ما يسمي نفسه معارض لماذا الله أعلم. أنا كنعرف المعارضة كتكون داخل الوطن، وهناك رجال ونساء وطنيين حقيقيين اللي عرضوا بأفكارهم وبآرائهم من أجل الوطن داخل هذا الوطن، بأحزاب وطنية، بجمعيات وطنية، وانتم عارفين التاريخ ديال هذا البلاد. اليوم كاين هناك محاولة استغلال. فاش قلت الحكومة والوزارة معنية بهذا الموضوع معكم مع المجتمع، هي من الحلول اللي اقترحنا هنايا هي خصنا نقويو الجسم الصحفي في الحقيقة. وهذا النقاش دائر ودائم، لأن فاش غتكون عندنا من النقط الإيجابية فاش غتكون عندنا فاش غنزيدو نقويو الجسم الصحفي، إلا والمعلومة ما غاديش نبقاو نقلبوا عليها في التليفون، غنوليو نقلبوا عليها في الجريدة فقط. هادو من الحلول اللي اعتبرناها، لأن المنع في إطار التطورات التكنولوجية ما خدامش. ولا دابا غتمنع شي حاجة غيدير الفي بي ان وغيدير السيت ليبر، وهذاك السيد اللي معني بداك لا شين ولا لا باج ولا داكشي راه يعني ما دوك اللي كيدخلوا لي راه غيبقاو يدخلوا لي. فالمنع ليس هو، كنعتقد بأنه ليس هو الحل في إطار ما تعرفوا يعني تطورات التكنولوجيا، بل بالعكس العمل الجاد والمعقول. والحمد لله مجموعة ديال يعني صحفيات وصحفيين كيقوموا بعمل جاد وكيديروا الأبحاث ديالهم. حنا ما كنقولوش يكونوا مع هذا الطرف أو ضد هذا الطرف، ما كنقولوش يكونوا مع الحكومة أو ضد الحكومة، كنقولوا فقط أن يكون واحد لوبجيكتيفيتي في لو طرافاي دو ريشيرش الأعمال ديالهم، باش تولي عندهم ديك المصداقية المطلوبة اللي خصها اليوم تزيد قوة. لأن أي واحد دابا إلا ولينا غير شي واحد فينا يدافع غير على المغرب في القضايا الوطنية، ماشي الدفاع على الحكومة، غنولي كنشكو فيه بأنه راه خدام مع واحد الطرف ضد واحد الطرف، وهذا غريب. نذكر بأن القضايا الوطنية في الثمانينات وفي السبعينات المعارضة اللي كانت كدافع عليها، المعارضة كانت كدافع على القضايا الوطنية. فلهذا اليوم مرة أخرى الهدف ديالنا معكم مرة أخرى مع النقابة مع المجلس مع الجميع الشركاء أن يكون هناك يعني عمل جاد. الدور الجليزي كنعتبره مهم في هذا المجال، لأن التكوين والتكميل المستمر هو من النقاط الإيجابية اللي نقدروا نخدموا عليها في جميع المجالات. تكلمنا دابا على القضايا السياسية، نقدر نجبد واحد النقطة وحنا على أبواب 2030 حتى في مجال الصحافة الرياضية، وحنا عندنا تحديات كبرى. ولا الإسبان لا البرتغال بغاو يديروا معنا مجموعة ديال الشراكات في هذا المجال ديال الاتصال والتواصل، فلا بد أن نكون حنايا في المستوى ديال الانتظارات ديال العالم، ليس فقط ديال المغاربة، ليس فقط ديال الوطن بل ديال العالم. أنا غير أعتقد هذا الأسبوع جاء لنا السفير ديال الإسبان نتكلم على واحد الجريدة معروفة في إسبانيا هي ماركا، اللي داروا شراكة مع واحد الكلية في إسبان، داروا واحد الماستر في المجال ديال الصحافة الرياضية، واعتبروا بأن خص يكون واحد الشراكة معنا مع ليزيك مع حتى يعني الجرائد الرياضية اللي كيخدموا في هذا المجال، باش يكون واحد التكوين مستمر في هذه النقطة، لأن هذه فرصة بالنسبة لنا
باش ليس فقط فرصة رياضية، هذه فرصة سياسية اجتماعية اقتصادية باش نوري واحد واش آخر وتطورت لعفا المغرب أكثر من 20 سنة دابا. فلهذا مرة أخرى كاين واحد النقطة في حق واحد الفكرة يلا بدينا نناقشوها داخل القطاع وخصنا نتقاسموها مع مجموعة ديال الشركاء ديالنا، وأنا أرى هنا شريك مهم في الرئيس ديال السي إن دي بي، هي القضية ديال الأخبار الزائفة اللي فيك نيوز. كاين هناك مبادرات يقوم بها يعني السونتر ياك الكوميسيون اللجنة، وحنا مشينا بعد فكرنا علاش ما تكونش يعني نشاركوا شركاء اخرين بحال هكا بحال المجلس بحال النقابه بحال جميع المسؤولين على المجال ديال الصحافه باش يكون ان اوبسيرفاتوار في هذا المجال ديال الفيك نيوز، ويكون واحد التجاوب. دابا خصنا واحد يكون واحد التجاوب يومي، لان الاخبار الزائفه يوميه كل مره كتخرج لكم شي حاجه وكتخرج لنا شي حاجه، حنا غير واحد القوس. دابا حتى في التراث ولينا نحارب. البارح درنا واحد الصوره ديال مغربي مواطن مغربي لابس جلابه مغربيه في مراكش، واحد النشاط اللي غنظموه في مراكش، وعطوا البعض قال لك لا حكا هذيك الصوره ماشي مغربيه والمغاربه ما عندهمش جلابه وما عندناش جزليج وما عندناش. هنا وصلنا مشينا بعيد في هذا المجال. كان والنقاش حقيقي اليوم، شنو هي لا دوكتريل اللي غتكون عندنا؟ واش خصنا نجاوبوا بطريقه يوميه مع هادشي؟ واش كاين شي حوايج اللي خصنا نجاوبوهم شي حوايج ما كاينش علاش نهبطوا المستوى الاجابه؟ هذا هو النقاش اللي داير اليوم. شنو هي لا دوكتريل اللي غتكون عندنا؟ شنو هي السياسه اللي غنخدموا عليها كلنا كوطن كدوله ليس فقط كحكومه باش 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 نتفاداو بعض الاشكاليات وبعض التجاوزات، وحتى باش نبقاو في داك السقف اللي عطانا سيدنا الله ينصرو في الخطابات ديالو، حتى بالتواصل ديالنا مع الخصوم الوطن. وانتم عرفتوا بان في ماشي في خطاب ولا جوج، يعني في جميع خطوم ديال سيدنا الله ينصرو دائما كيتكلم على الجزائر بطريقه حبيه ويطالب باش يكون هناك واحد التجاوب ايجابي. فهذا دوكترين خصها تكون عندنا حنايا في المجال ديال التواصل في ظل ما نعيشه اليوم من تحديات. هذا هو القوس اللي كنت باغي نتقاسم معكم السيد الرئيس، ونخلي لكم الحوار ما بين الاخوات والاخوان المختصين في هذا المجال، وبالطبع ابواب الوزاره مفتوحه باش نقويوا هذا النقاش وباش نكونوا فاعلين معكم في ظل ما يعيشه المغرب من تحديات. وشكرا لكم مره اخرى.